جينا لدار الشومي لنشوف ونكتشف معرض للمجوهرات. المجوهرات قديش يكون فيها إبداع وقديش بيكون فيها وقت وجهد لهذول الارتيزون اللي بيصنعوا كل قطعة فيها، وعادة بيكون من وراها قصة. لكن دار الشومي اختارت هذه المرة أنه بتجمع قطعها النادرة من المجوهرات مع عنصرين فنيين رائعين، جوليا حتى مصورة رائعة ومميزة، وأيضا إحدى أفخم الجاليريز في العالم اللي بتجمع الفريمز هي جاليري لوبران. فكان في هذه الكومبينيشن بين الصور، بين التحف الرائعة على جاليري لوبران، وأيضا قطع المجوهرات لدار الشومي. خلونا نشوف مع بعض هذه الجولة في هذا المعرض الرائع اللي كان في قلب باريس during Paris Fashion Week. الخمسة وعشرين صورة وصفت التنوع في طرق ارتداء المجوهرات التاريخية، والتي أتت من فرنسا وأيضا هولندا وإيطاليا وحتى إسبانيا. وبما أننا ذكرنا المجوهرات التاريخية، لازم أكيد يكون في حضور قوي لتيجان شومي، واللي بدأ إنتاجها في 1780، ومنهم هذا التاج اللي يعود تصميمه إلى العشرينيات للمصمم جوزيف شومي. وأيضا في العشرينات في المهاراجا الهندي اللي وصل إلى أوروبا بمجموعة من الأحجار والألماس، وتولى إعادة تصميم البعض منها دار شومي. من بعض ما صمم في هذه الفترة كان هذا البروش المصنع من الماس النادر، وهو في تويست الصورة نجد أنه أصبح قطعة لتزيين الشعر. القطع كلها بتجنن، من قطعة لأخرى، من غرفة لأخرى، بنعيش التاريخ والحداثة في هذا المعرض الهائل لدار الشومي. Ladies guess what؟ بأنه الآن يمكن لازم تنقلب الآية. لو درسنا التاريخ بنعرف أنه الرجال هو أول واحد لبس المجوهرات، كلنا بيعرف بأنه أخوه لويس الرابع عشر هو اللي كان بيلبس مجوهرات أكثر شيء. فهنا قاعدين نشوف كيف المجوهرات كان يلبسها الرجال، ومن بعدها تحولت إلى قطع رائعة تلبسها السيدات. فكل القطع الموجودة في المعرض شومي بتعبر عن كيف هذه الدار كان فيها إبداع وللجنسين، سواء للمرأة بقطع رائعة وأيضا للرجل بقطع أروع. أما هذه الصورة والتي وقفت عندها كثيرا، تعتبر ملخص لما يريد أن يقول دار شومي من خلال هذا المعرض. فهذا البرواز هو من القرن الثامن عشر، وفيه تاج للويت، والذي يعود تصميمه إلى العام 1810، وكان قد صمم للإمبراطورة جوزيفين. وإضافة الستاند واللوك لهذه الموديل هو شعور بالقوة والفخر، مع مزيج بين الحاضر والماضي ليكتمل معنى المعرض.